أسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء متجدد مع عالم من المساجد. نلتقي مرة أخرى لنتحدث عن فكرة جديدة لعمارة مسجد جديد في مكان ما في العالم. هذا المسجد يعتبر يعني من وجهة نظري ظاهرة مختلفة جدا عن المساجد التي اعتدنا عليها. ممكن أن أطلق عليه المسجد الرأسي أو مسجد متعدد الطوابق. ربما يكون هذا النوع من المساجد الغير معتاد ربما والغير مشاهد في كثير من مناطق العالم، يمثل ظاهرة جديدة خصوصا في المدن المكتظة في المستقبل، وقد يشكل حل من الحلول التي يجب أن نقف عندها ونفكر فيها خصوصا في المناطق كما ذكرت المناطق المكتظة جدا، وهناك الكثير حقيقة من المناطق يعني المرشحة أن تكون مناطق مكتظة في المستقبل القريب في المدن الكبرى في كثير من دول العالم. المصمم لهذا المسجد وهو مسجد غولشان في دكة في بنغلاديش، وكما ذكرت سابقا في عدد من المناسبات بنغلاديش تعد محطة أساسية لعمارة المساجد في العالم. كثير من الأفكار المختلفة، كثير من الأفكار المتفردة تقع في هذه المدينة، ربما لكون هناك عدد يعني متميز من المعماريين المتخصصين والمهتمين بعمارة المساجد. مصمم هذا المسجد هو كاشف محبوب، أحد أعمدة العمارة في بنغلاديش، واسم المكتب كاشف شاودري إربانا. وفي حقيقة الأمر يعني ما يميز هذا المعماري هو جرأته التصميمية الغير يعني معهودة في كثير من المصممين الذين خاضوا غمار تصميم المسجد في أمكنة مختلفة من العالم. المسجد الرأسي أو المسجد متعدد الطوابق كما ذكرت لكم يقع في وسط دكة، وحقيقة يعني أحد العناصر الأساسية قبل أن أتحدث عن التكوين الرأسي ومسببات هذا التكوين ولماذا يعني كان هناك رغبة في عمل مسجد يتكون من 5 أو 6 طوابق، وكذلك يعني ويقع على منصة الوصول لقاعة الصلاة في الطابق الأرضي عبر سلم احتفالي يعني واضح ومبهر حقيقة من الخارج، تعلوه تكوين زجاجي على يشبه المئذنة، غائر داخل تكوين الواجهة الخاصة بالمسجد. من يرى المسجد عن بعد يعتقد أن المسجد عبارة عن مبنى مكتبي متعدد الطوابق، لكن دعوني أتحدث عن النقطة التي أردت أن أتحدث عنها، وهي أن المسجد في عمارة شاودري وكاشف للمساجد وكاشف محبوب على وجه الخصوص يركز على علاقة المسجد بالماء، وذكرت ذلك في حلقة سابقة عن علاقة المسجد بالماء لتمثيل الجنة والتذكير بها والرمز لها من خلال المسجد الذي يقود، يفترض أن يقود المصلي إلى الجنة، كون الجنة يوجد فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار. هذه العلاقة بين المسجد والماء هي علاقة يعني وسط وشرق أسيوية بامتياز. العلاقة بين الفضاء الخارجي والذي يتميز بوجود عنصر المياه وعنصر الخضرة، وبين المسجد الذي هو دار للعبادة والطريق الذي يقود إلى الجنة، هي يعني علاقة رمزية عميقة جدا في ذهن وعقلية المصمم وحتى المستخدم المصلي الإنسان العادي في بنغلاديش وفي وسط آسيا في الهند وأوزبكستان وحتى في الصين وغيرها وفي ماليزيا. هذه العلاقة العميقة التي تظهر بقوة في مكان وقد تضع في مكان آخر هي علاقة مستمرة حقيقة حتى اليوم في عمارة المساجد في بنغلاديش وفي غيرها من مناطق تلك المنطقة على وجه الخصوص. المسجد الرأسي
نعود للمسجد الرأسي. المسقط الأفقي للمسجد هو مثل أي مسجد، قاعة للصلاة تتميز يعني كتلتها المستطيلة، وإن كانت تكوين الكتلة بشكل عام هو مربع، لكن قاعة الصلاة نفسها في الدابق الأرضي هي مستطيلة الشكل، تعزز فكرة المسجد التقليدي أو قاعة الصلاة التقليدية، لكنها في نفس الوقت تحتوي على سلالم من الطرفين. الكتلة العامة هي كتلة مربعة الشكل ترتفع إلى 5 أو 6 طوابق، بالإضافة إلى المنصة الأرضية كما ذكرت لكم. الهدف من هذا يعني الطوابق المتعددة هو زيادة عدد المصلين. المطلوب هو 2500 مصلي، مساحة الأرض 700 متر. هناك خدمات وهناك كثير من التفاصيل المهمة جدا التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. فكان التوجه هو بناء مسجد متعدد الطوابق والوصول له عبر يعني مصاعد وسلالم يعني على الجانبين. لا يوجد هناك إشكالية حقيقة كبرى في الوصول للطوابق العليا. أذكر في مناسبات متعددة أنه أثيرت كثير من الحوارات ومن الجدل حول المساجد المتعددة الطوابق، وكذلك المساجد التي في المناطق التجارية الباهظة الثمن، وأقصد هنا أسعار الأراضي، حيث يعني كثير من المهتمين وكثير المتخصصين يعني فكروا في تغيير وتطوير المسجد بحيث أن يكون في الطوابق العليا، تظل الطوابق الأرضية كأوقاف يعني يؤجر فيها المحلات التجارية، بينما المسجد يقع في طوابق عليا ويعني متعددة الطوابق يعني استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين. يعني يوم الجمعة مثلا في هذا المسجد الذي يقع في وسط دكة يزيد عدد المصلين عن 4500 مصلي، وبالتالي يعني من الضرورة بمكان أن يتم استخدام حتى الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد. كما ذكرت فكرة التعدد الطوابق وتفريق الطابق الأرضي في بعض الأماكن يعني توظيفها كأوقاف تدر دخل المسجد، أعتقد أنه يعني تعطي يعني أهمية تجريبية مهمة جدا. بقي أن أقول عن هذا المسجد أن الغلاف الخارجي للواجهة هو غلاف ثلاثي الأبعاد. هناك يعني مصطلح محلي اسمه جيلي، يعني هو الواجهة المفرغة أوكي وذات العمق. طبعا كما تعلمون أن الواجهة المفرغة ذات العمق تعطي ظل وظلال، لكن وظفت التكوينات الخارجية اللي هي علاقة المبنية من الخرسانة البيضاء مع الزجاج بحيث أنها تعبر عن لا إله إلا الله بخط كوفي يعني تجريدي يعطي نوع من التكوين الزخرفي يمكن الشعور به من الداخل والخارج دون أي مبالغة، ويعني وكأسلوب يعني أشبه بالأسلوب الحداثي في التعامل مع الخرسانة في تشكيل الواجهات. جزء من المبنى يذكرني بعمارة لي كوربوزيه والمسطحات الغائرة في الواجهات الخرسانية التي تحدث نوع من الظل والظلال وتجسم المبنى بشكل عميق. بشكل عام في اعتقادي أن احنا أمام مسجد مختلف متميز، سواء اتفقنا على هذا التميز أو لم نتفق، هو مسجد مثير للجدل. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله في لقاء آخر مع عالم المساجد.